ايه ده؟ جنيه بحاله يا استاذ سمير؟ انت سخن ولا ايه يا استاذ سمير؟ يا ابني انا فايز جدا يا ابني. اه بس هي الناس واخده عني فكره شمال. هات الكيس الحلوه ده اهي، هات لي عسليتين وباكل بان وولعها سخان وهدبل بقى اربع سجاير بلمونت. بقول لك ايه؟ الف لك كيلو ريش بسلطاته بالمره، هم سجارتين بلمونت هم، وبكده ابقى انا مكرمك. ما عادش فيه رحمه في الزمان ده، ما عادش. والنعمة انت ناتي، مش بقول لك ناتي؟ وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم البداية دول هنطفحهم فول. طب طفحني شقتين حار وبطيخ. حاضر حاضر. والله العظيم يا أستاذ صبري الواحد زهق من الوشوش اللي بيشوفها ومن البلد دي، أنا نويت هاجي بره. على فين يا هيما؟ طنطا. ده أنا مش شايفها. لا بجد مش هزار، نفسي ربنا يكرمني كده وحوشت قرشين وحج بيت الله اشتري اخرتي. اخرتك سودة. بتقول ايه؟ اكح حاجه بقت تعرف. والله العظيم الواحد بقى تايه، ما انتش عارف مين السارق ومين الكذاب. ما تصدقش اللي بيتقالك في القنوات يا هيما، ده تغييب اعلامي ومخطط ماسوني، ولا ايه رايك يا استاذ سمير؟ طبعا. امال ايه؟ مخطط كموني. كمونك ايه؟ ماسوني. ماسوني. ما سو عارفها جدا، معروفة كل الناس عارفاها. يا عم سيبك منه، ده فاكرها منطقة. خد جوز جنيهات مصححين اهم. ايه يا جدع انت؟ هات نص جنيه كمان. نص جنيه ليه؟ أنا طالب شقتين حار وبيضتين. واتنين طعمية. بس أنا ما طلبتش طعمية. بس أنت تفحت الطعمية. مش أنت اللي حاططها لي؟ يعني هحط لي حاجة مش هاكلها يا هيما؟ حاططها لك ومش حاططها لك، هو أنا عازبك عند أمي؟ بقول لك إيه، أنا منفوخ منك وكعت. دي بتبقى غازات يا هيما يا حبيبي، الفول أصله بينفخ. خد قرصين فحم انت تبقى زي الفل. طب قول بقى، قول بقى يا اخي، ما تهوبش ناحيه عربيتي تاني. عربيتك التيريوس. بقول لك ايه يا هيما، انا شكلي هعمل معاك الجلاشه. جلاشه؟ رقه كوريك ورقه كماز. طب هات يا ابني بقى الكبشه. انا هوريك، انا هوريك. ايه هتوريني؟ ببيع طعميه مهربه. الانفلات الامني مش هيطول. بقى بتسرق معزة من واحدة غلبانة زي دي يا واطي. وضربني كمان يا باشا. اخرطي. ايه زن 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 ده؟ انت تعمل لي فيها انتيم انت كمان، خنقتني. حصل لنا الرعب يا سمير بيه، ما كنتش اعرف ان ايدك طايله كده. ما شافش وشك بقى تاني، وحاول في جنتك الطعميه اللي انت طفحتها، وانا لولا حاجه الناس واكل عيشي كنت شقلطتك. شقلطني؟ شاهد يا استاذ صبري بيعددني اللي شقلطني قدامك اهو. ما تصلوا على النبي يا اخوانا، حصل خير، الموضوع مش مستاهل. طب شهاده حق، ويلاقي تولع في نار جهنم لما تطلع منها لو شهدتها زور، هددني اللي شقلطني ولا لا؟ حق الله هددك، ما تزعلش منها هيما. لا هددته انت على فكره. مين على اسم؟ لبسنا قضية فول. يلا يا اخوي. توك توك. على جنب يا اسطى هنا. اركب. طبقا لنظرية ماركس الاقتصادية، واحد فيكم اللي هيدفع الاجرة مش هنا طبعا. اكيد طبعا مش المجني عليه. مجني عليه احنا مركبين قتيل، الفرم اللي جابنا هنا. هنا. مين ده؟ ده معمول الاسم. لا طب وخد التوك توك وجري ليه؟ مش هو اللي هيحاسب؟ هو اللي هيحاسب، اصله حبيبي. حبيبك؟ يا ما عزمت على كبده. طب بقى الطعميه ويا عم، خدت على هنا جبت ورا ليه قدامي يا عم؟ ده انت هتتنفخ قدامي. ماسك لي الكبشه، الكبشه بتهددني بالكبشه. احنا دخلنا اسم المانيال ولا كباريه باريزيانا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه اللي بنجرى فيك يا بلد؟ لما البوليس بيتعامل فيه كده احنا هيتعامل فينا ايه؟ هنتشقلط؟ اقول لك ايه يا ابراهيم اخويا؟ انا بقول الطيب احسن، بلاش قرصين طعميه خسرونا بعض. يلا. اقعد اعلك انت وهو، انتوا رايحين فين؟ يا خرابه ولا مبوهه؟ لا مبوله يا نهار اسود ومبين، انا استمحت بوشي مين النهارده؟
عليك بصيت في المرايا. مين انت؟ ده علاء عضلة، وطبقا لنظرية سوكا الجن ده أكبر بلطجي في المانيا التم. ده بلطجي؟ شبه الصرصار الزراعي. ما يغركش شكله، ده واد عصب، بس هو البرشام اللي هده. برشام اثبت. يا رياض يا علاء، انت بتعلي صوتك وانا واقف؟ طيب انا رياض يا علاء، انا بيتقال رياض يا علاء. ما انا عايزني اقول لك ايه؟ يا دكتور احترم نفسك يا ولد. نسيت نفسك ولا ايه؟ لا انا قلتلك انت بتمد ايدك عليا. اخلص اخلص. عايز تمد ايدك على عمك يا كلب؟ عمي مين يا عم؟ عمك سمير اللي كان بيعيل لك الكفوله ويشطفك. اه على البرشام اللي بينس الناس اعز الناس. يا عم ده انا اول مره اشوفك. انا همشي، بس قبل ما امشي عايز اقول لك ان عيله عضله هتفضل شاده منك وقفشه اليوم الدين. يا عم انت هتجنني ولا ايه؟ استاذ سمير، استاذ سمير، استاذ سمير. ايه ده؟ استاذ سمير حبيبي، حبيبي اللي بيحلقلي ويكنسلني واللي عمري ما احتاجته ولقيته، عمر يا باشا. هو ده وقت يا استاذ سمير، خرجني من هنا الله يخليك. اخرجك؟ امال فين القمع ولا سلكي والطبنجه؟ يا باشا ممنوع استخدام اي سلاح. خرجني من هنا ابوس ايديك. مش عارف هتودي جمالي دي فين يا اشرف. يا باشا خرجني انت بس من هنا وسوف تجدني رهينه تحت رجليك. طب انا هطلعك بس بشرط. امر يا باشا. هتيجي معايا مشوار؟ تحت امرك. والمواصلات عليك. موافق. تعجبني يا باشا. العيال ادمنوا قنابل مسلة للدموع، بقينا نضرب عليهم مطاطي يردوا في وشنا بخرطوش. الجيزه باظت يا باشا، خليكم يا الجيزه باظت، الجيزه باظت يا ناس. وكمان حابس خالك يا سلامتك يا دماغي. سلامتك يا دماغي، 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 سلامتك يا دماغي. حسابك كام يا اسطى؟ 15 جنيه. 15؟ حلو قوي، حلو قوي يا بلاش. جيب له كف مريم بقشيش، ما تبقاش مني. كف مريم بقشيش؟ ما انت ما بقشش من جيب امك اصلا. خد يا، انت هتاخد مني فلوس يد؟ الاجره يا باشا. اجره ايه يا يد؟ انا اشرف باشا اللي اتشد له فرامل اليد في اي منطقه وتضرب له تحديد سلاح. انا اسف يا اشرف باشا. رخصك يالا. ايه يا اشرف باشا؟ رخصك يالا وكمان مصور في ماركه العربيه، ده انا اوديك في 60 داعيه. انا شغال عليه يا اشرف باشا. يد انا ظابط يا. انا اسف يا اشرف باشا. بس شال الدبابير عشان العين. يا حسام انت يا ولا، ما تقوم تشوف مين الزفت اللي عمال يخبط على الباب بالشكل ده. النهارده بالليل ماتش ريال مدريد وبرشلونه، نتقابل في الكافيه. اتفضل يا استاذ سمير. يا ماما يا ماما، ده الاستاذ سمير ابو النيل. خد اشحن ده وتاكد ان الشرط بتجري ورا بعض لفوق. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا استاذ سمير. ايه يا اخويا، مش كنت تقول لي انك جاي علشان اعمل حسابي؟ هو انت كنت بتردي من اساسه يا مدام نانا؟ اعرفك اشرف بيك جدر، زعيم عمال شرطه المنطقه كلها. هجريه يا استاذ سمير، انت يا اخويا كبرت الحكايه قوي كده ليه؟ لا مش بكبر الحكايه ولا حاجه، انا بدافع عن حقي القانوني اللي لا يمكن هتنازل عنه ابدا، لا يمكن. ايه اللي انا شمه ده يا مدام نانا؟ الملوخيه، ملوخيه بالعنارب. بالعنارب وورقه لحمه بتلو في الفرن، انما ايه ما اقولكش عليها، هتاكل صوابعك وراها. بقول لك ايه، انزل انت انزل، ولما عاوزك حرن عليك. اوعى تفتح عليا. مش هنعمل اثبات حاله؟ حاله امشي امشي. قصدي اثبات حاله. امشي. اللهم صل على النبي. انت فاتحه مصمت ولا ايه يا مدام نانا؟ لا يا اخويا، ده اكل الاسبوع، بس برضه ما يغلاش عليك، لازم تدوق. لا انا شبعان ومش قادر. ادم حسام ابني ابدا، ما ينفعش. لا على ايه؟ حسام عامل حس في البيت برضك. انت انا زعلان منك يا مدام نانا. 23 مره اتصل بيك وما ترديش، مع العلم بيبقى مشغول في النص. سامحني يا اخويا اذا كنت اتاخرت عليك في دفع الايجار شويه، اصلي الحوار بتاع ابو حسام اتاخرت شويه، معلش.
هو الافندي بتاعك ناوي يرجع امتى من السفر؟ هو اكل العيش بيرجع حد الايام دي يا استاذ سمير. مسقعه دي ازاي؟ وبالفلفل وعمرك ما دقت زيها. يا عيني يا عيني. تسلم ايديك بصحيح. اوعى تفتكري يا مدام ان انا جاي عشان الايجار متاخر والكلام الفاضي ده. لا انا قلبي اكبر من كده بكتير. انا بس جاي اثبت حاله لبرتكانت الستاره اللي اتكسرت بسببكو وبقيتي في هاتي هاتي يا مدام نانا هاتي. يا استاذ سمير الفلوس اللي بيبعتها ابو حسام من الكويت يا دوبك بندفع لك منها ايجار البيت والباقي بيكفينا بالتيله. ده رقاق ده يا مدام؟ وباللحمه المفرومه. حرام عليكي حرام عليكي. حبيت حضرتكوا في المطبخ. يا لهو بالي عن جمال. تسلم ايديكي. ما تتبنيني يا ام حسام. حتى تبقي ام سمير وحسام. ايه ده؟ كمان كسرين ازاز باب الحمام؟ طبعا ما هو مالي يعود. الجرايه يا استاذ سمير؟ ما احنا يا اخويا كنا لسه حبايب. انا حبايب بلا عرايب. استنى اما اشوف كسرتين ايه تاني. شفت الهاتريك بتاع ميسي الماتش اللي فات؟ طب احس انا قلت يعني اسلم قبل ما امشي. حياة ابوك يا شيخ وانت بتشد السفور ما تبقاش تتعافى احسن من دوباره. ايه ده يا حس؟ حطيتي زيت وسكر كمان. زيت وسكر؟ هي هترشح نفسها في الانتخابات ولا ايه؟ لا وايه؟ شحنت لك كارت ب 50 جنيه. 50؟ انت بخيله قوي يا مدام نانا. ورايا وانا اللي كنت فاكرها هتشحن ب 100. اما الاستاذ حامد المحامي يجي يخليه يتفضل على طول. خير يا ديدي؟ قلقتني عليك في حاجه؟ انا جيت يا حسين بيه. طب كويس اتفضل يا متر. ما تقول بقى يا ديدي في ايه؟ انا طلقت الشاري. معقول؟ ايه؟ اسمعوني كويس انتوا الاثنين في الكلام اللي هقوله. انا جيت يا ريمو. الورد يا بابا الورد. شفت جبت ايه؟ جاي يلا يا ماما. بابا بابا محمد واهله جم. ماما شكلي حلو. بسم الله ما شاء الله. قمر يا حبيبتي جنني. طب بس خلاص خش اوضتي دلوقتي وانا هنده لك. يلا يلا يا فرج. ايوه طيب حاضر اهو. اتفضل يا عريس اتفضل. منور يا حمام. عقبال البكاري. مساء الخير يا انكل. والدي الاستاذ فخري. والدتي والدتي الدكتوره. ايه يا جدعان؟ انتوا هتقفوا تتعرفوا على السلم. اتفضلوا البيت بيتكم. الله يخليك. خش يا عريس. خش خش اتفضل اتفضل خش يا خالتو. خش خش خش. انت رايح فين انت؟ رايح فين؟ يا عم انت هتتغدى هناك وتحل هنا وتسيبنا احنا من غير حته جاتوه؟ تاخد عليا بره على السلم. نسي نفسه. منورين. بنورك. خالته بقول لك ايه؟ بدي العريس 20 جنيه لحسن حاسب لي على التاكس. منور العريس. ده نورك يا استاذ. سمير سمير ابو النيل. انا بقى اسمي حماده. حماده سكر زياده. الله يخليك الله يخليك. قال يخفى الكبر. والله عرفت اتنقوا والله عرفت اتنقوا. الله يخليك. تحبوا تشربوا حاجه سخنه ولا بقول لك ايه؟ ما تجيب لنا طقم عصير حلو كده وتجيبه معانا وهات لنا من الكيكه اللي بتخبيها مني في التوستر. ها خليهم يقولوا علينا ان احنا بيت كرم. منور زر للنبي. الله يخليك يا حبيبي. انما الاستاذ محمد بس يا عم تعالوا ندردش مع بعض شويه في الرياضه. كابتن ملحم شلبي اهو. انا بعشقه. انت بتحبه؟ اه طبعا. ده عريس فول ممتاز. ده في مني كتير. اهلا وسهلا. احنا جمهور اسكندريه جالنا فريق الزمالك وجماهيره. بقول لك يا ابو احمد اخويا ما تلفيني المحمول بتاعك. اعمل مداخله لاحسن رصيدي خلص. اه طبعا طبعا اتفضل اتفضل. اصيل يا ابو حميد على فكره يا جماعه انا موافق على الجوازه دي. اتكلم براحتك. على فكره يا استاذ سمير ده خط مش كارت. اللهم صل على النبي. عرفت تنقص. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. بس 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 الو. انا الاستاذ سمير ابو النيل صديق البرنامج. كنت عايز اعمل مداخله يعني. ناخد الاتصالات معانا. وطي صوتي يا عم. انت ما فيش احساس خالص. مش بتكلم ده برنامج سمير ابو النيل من المانيال. مساء الانوار يا ابو سامر. الو الو. ازيك يا استاذ مدحت؟ ازيك يا سلملم يا سلمك يا جميل. الله يخليك يا حبيبي. ربنا يكرمك يا ابو سامر. نسيت اعرفكوا على ماما. انا بحبك قوي يا كابتن مدحت. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرك على الفساد. انت مخرج البرنامج الاستاذ محمد ناصر الدين.
يا رب يخليك يا حبيبي. اشكرك اشكرك يا حبيبي. طب احياد ابوك يا شيخ، قبل ما اقفل سمعني واحده. الله الله من بتوعك. ماشي يا سيدي. الله 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 عليك، يكون في عون اللي حواليك يا ابو سمر. الله يخرب بيتك يا سمير. يا سلام، اعلامي محترم. زمن ما عادش فيها خلاص غير التغيب الاعلامي والمخطط الماسوني. افندم لازم على ابوك وامك يا اخي. ايه البخل ده؟ مد ايدك. ايه ده؟ دي كرفة سجق دي ولا طمضانة؟ مد ايديكم.